من بعد ما تصدر خبر مرض سمير غانم ودخول المستشفى المواقع في اليومين الماضيين، انتقل الكلام امبارح للوضع الصحي لبنته إيمي من بعد الحلقة الأخيرة لبرنامج 3 في 1 وتصريحات والدها ووالدتها دلال عبد العزيز اللي فاجأت طبعا الناس. واللي زود من قلق الجمهور وتحليلاتهم هو أنهم ما تكلموش في التفاصيل، وجت تصريحاتهم بشكل عام ضمن لعبة في البرنامج اتسألوا فيها عن أصعب أوقات مروا بيها. مرض إيمي بنتي وهي عيانة وهو كمان أكتر مني كان بيعيط، ربنا يشفيها. التصريح ده عن الحالة الصحية لإيمي شغل الناس على السوشيال ميديا، وكان الخبر الأهم في الصحافة الفنية، خصوصا إن إشاعات حملها هي اللي كانت مسيطرة على الأخبار من فترة. فمن بعد جوازها لحد دلوقتي ما ظهرتش مع حسن الرداد في أي مناسبة عامة، وظهورها كان بس في مناسبات خاصة جدا مع أصحابها المقربين. وحتى العمل الرمضاني نوح اللي كانت المفروض إنها تشارك فيه معاه انسحبت منه بسبب المرض وقدمت شهادة طبية بده، وشكل كده إنها طول الفترة دي كانت بتحاول تقول لجمهورها بطريقة غير مباشرة عن مرضها، فبقت نشيطة أكتر على السوشيال ميديا بنشرها لصور أدعية. وبعد ما تصدر هاشتاج إيمي سمير غانم السوشيال ميديا بدأ الكل يحلل طبيعة مرضها، والأغلبية قالوا بإنها بتعاني من مرض في الكبد. إيتي بالعربي اتصل بوالدتها دلال عبد العزيز اللي أكدت إن مرض إيمي مش جديد وإن المقابلة تم تسجيلها من شهرين وصحتها في تحسن وإن كل اللي كان عندها هو وجع في القولون والجهاز الهضمي. وفي آخر الاتصال طلبت من كل الجمهور إنه يدعو لبنتها وجوزها سمير غانم. وإحنا بنتمنى إنه هالظروف الصعبة اللي بتمر منها العائلة تنتهي، وجمهورهم مستني يشوف سمير ودنيا في عمل كوميدي في رمضان. وروح الكوميديا هنشوفها كمان في رمضان السنة دي مع ياسمين عبد العزيز اللي بترجع من بعد غياب طويل جدا دراما في مسلسل هربانة منها، وبتشوفوا البوستر أولا على إيتي بالعربي.